شكرا شكرا استاذ، وتنشكركم على الاهميه اللي اعطيتوها لهذا الموضوع، لانه موضوع مهم مهم بزاف في هذه الظروف الراهنه. هو في الحقيقه ليست اشكاليه واحده، هما اشكاليات اللي عندهم تاثير على الجانب النفسي، اشكاليه احتمال الاصابه بالمرض، اشكاليه احتمال اصابه شخص اخر بالمرض، كاين اشكاليه ديال الوقت، لا ندري في اي وقت غينتهي هذا الوباء، اشكاليات ماديه، هنا بزاف الناس متوقفين على العمل، دونك كاين صعوبه من هذه الناحيه، هذه اشكاليات ديال المعلومات اللي ستوصل، معلومات الناس ستبحث على معلومات من اجل فهم وتعرف اكثر، ولكن في اكثريه الوقت تطيح في معلومات غلطه اللي تزيد في تخوفها. دونك عندنا واحد مجموعه من اشكاليات ديال عدم الخروج، اللي كانت يدير الرياضه ما يقدرش يدير الرياضه، العمل، دونك اشكاليه هي عندها تاثير نفسي. دونك عندنا واحد مجموعه من الاشكاليات اللي عندها تاثير كبير على النفسيه، وما عندهاش في الحقيقه تاثير واحد، عندها تأثيرات في النوم. يعني كثير من الناس غادي تشكوا من مشاكل في النوم، فاش نقول مشاكل في النوم تقدر تكون مشكل في تعطل النوم، يعني مال تينعس في واحد الساعه ولا تينعس في ساعه متاخره، مشكل ديال النوم متقطع، مشكل ديال الفياق في ساعات مبكره، عندنا اشكاليه في التصرفات، اشكاليه في احاسيس، نوطامون التوتر الخوف القلق. دونك عندنا مجموعه من الامور، من التاثيرات على الجانب النفسي. دابا الا خدنا وحده منهم اللي غتكون مهمه هي القلق والخوف، حيت القلق والخوف هو احساس طبيعي عندنا كاملين، بحال الخوف اللي الهدف منه فاش تكون شي خطر تواجهنا هو ناخذ الاحتياطات تجاه هذا الخطر هذا. دونك غير هذا الاحساس هذاك اي حاجه ما خصوش يفوت واحد الكميه، لا ما كانش بزاف مشكل ولا كان كثير مشكل. اجي نشوفوا علاش تيتبنى هذا الاحساس هذا اللي هو التوتر ولا القلق. هذا تيتبنى على جانبين، غنسميو جانب اعلى وجانب اسفل. الجانب الاعلى الاول تيتبنى على احتمال، يعني حنا تيكون عندنا قلق ولا توتر تجاه شي موضوع، فاش تيكون الاحتمال ديال داك الخطر كبير. دونك انا ما تنخاف من الحاجه وتنتوتر من جهتها، حتى تيكون في راسي انه كاين احتمال كبير توقع لي هذيك الحاجه، وهذه تدار بطريقه اوتوماتيكيه تلقائيه، دماغنا تيديرها. ما كاينش غير الاحتمال، كاين حتى الخطر والصعوبه. يعني انا تنولي متوتر مع الشيء، لكن بالنسبه للجهاز العصبي، بالنسبه للدماغ ديالي، راه كاين احتمال كبير يوقع لي المشكل، ولو وقع لي المشكل غيكون المشكل خطير. دونك لا طلعوا هاد الجوج تيطلع توتر. في الجهه الاخرى عندنا شي حوايج تيهدنوا، الاولى هي قدرتي على مواجهه هذا الخطر، فاش تيجيني شي مشكل ولا شي خطر وانا فايت واجهته من قبل، غالبا تنكون حاس بان عندي القدره على المواجهه ديالو. وكيفاش يجيني مشكل جديد اللي عمرني ما واجهت، ما تيكونش عندي برنامج ديال كيفاش نتعامل معاه. دونك قدرتي على التعامل معها تكون محدوده، لانه شيء جديد، يلا شي حاجه اللي خصني نبنيها، وما حد هذه القدره تكون عندي طالعه للمواجهه، ما حد الخوف والقلق تنقص، وما حد قدرتي على المواجهه تتكون ناقصه، والعكس القلق تزيد. دونك كاينه قدرتي على المواجهه انا كشخص، وكاينه اوسي المساعده اللي نقدر نتلقاها من عند الناس الاخرين. دونك الا جينا نلخصوا شويه كيفاش التوتر تنتج، دونك كاين جوج امور، كاين دماغنا تيدير تقييم الوضعيه، ولا مشى تعطى بان احتمال كبير يوقع المشكل، ولا وقع يكون صعيب تيطلع التوتر. وعندنا واحد الحاجه اللي ممكن تنقص من التوتر، هي فاش تكون عندنا القدره لمواجهته، ولا عندنا اللي يقدر يساعدنا باش نواجه. دونك هذه هي المعادله ديال التوتر، وهذه الا شفتوها حطيتوها قدامكم تبان لك بان كاين اشكال، حيت الاحتمال باش توقع لنا نتعدى وما عارفينوش. عندنا احصائيات، من احصائيات تقولنا تعطينا معدل. دونك داك المعدل ما تنفعناش حنا باش نعرفوا بالضبط حنا فين غنكونوا. مثلا الا كان المعدل هو 85% الناس
سوا تيجيهم هذا الوباء بطريقه ما تيحسوش بها ولا بطريقه خفيفه، ولكن حنا ما عندنا حتى شي يقين بان حنا غنكونوا دوك 65 ولا 86%. دوك هاد الاحتمال شحال يجينا ما عارفينوش. نفس الشيء في الصعوبه ديال الشيء، ما عارفينش لا جاتنا واش غتجينا من دوك الامور اللي ما نحسوش بها ولا غتجينا سهله ولا صعيبه. دوك نقطه استفهام. قدرتنا على المواجهه اللي علينا تنقدروا نديروه، كاين شي امور فايتينا. دونك تيبان فاش نحطو قدامنا هاد المعادله تنفهموا علاش التوتر في امر بحال هذا اللي جديد تيكون طالع. دونك ها هو طالع، شنو نقدروا نديروا؟ دابا غالبا الناس عندهم واحد طريقه التعامل مع المشاكل النفسيه اللي ماشي ديما صالحه، باش ما نقولوش ديما غلطه. هما الناس ديما فاش يكون شي مشكل تيمشيو يقلبوا على اصل المشكل، عند بالهم غنحل المشكل باش انا تنفهم اصل. وهاد القضيه راه في الامور النفسيه ما صالحاش. هذا بحال شي واحد جاتو جرحه ومن بعد حيت طاح وديك الجرحه تعفنات، ما تداويش تعفن الجرحه ما تداويش وانت غادي تتقلب على شطحتي. دابا على شطحتي، هذوك على شطحتي تحتي على قبل واحد العوامل، ولكن تعفن راه عوامل اخرى. نفس القضيه في المشاكل النفسيه، المشاكل النفسيه راه كاين شي امور اللي حنا تنديروهم ولا شي امور اللي حنا ما خصناش نديروهم، ولا شي امور خصنا نديرهم ما تيدارووش ولا ما خصناش نديرهم وتنديرهم، هما اللي تيجعلوا داك التوتر تيبقى. اشنو هما هاد الامور؟ هذا نعطيكم غير مثال باش تبان لكم الامور. التركيز، فاش تيوقع لك مشكل، دابا مثلا الاشخاص دابا اللي مركزين غير على الاخبار واللي الوقت كامل تيشوف الاخبار والوقت كامل متبع فيسبوك وواتساب، هذا تيعرف انه جالس يدير شي حاجه اللي تجعل هاد التوتر ديالو غيبقى، لان تيبقى ما تيخليش الجهاز العصبي ديالو يرتاح. الوقت كامل هو حال فاتح وجالس تيتلقى اخبار متضاربه مختلفه اللي ما يمكن غتزيد تاسمه. دونك لقيت ان الشخص يبقى الوقت كامل هو مرتبط بالاخبار ولا الوقت كامل هو مرتبط بفيسبوك ولا واتساب، هذا امور اللي تجعل التوتر ديالو يبقى. دونك تركيزك تيجعل التوتر ديالك ينقص ولا لا؟ بيان سور كاين. هذا عطيتكم غير مثال، انا نعطيكم مثال ثاني. التفكير، دابا فاش يكون عندك مشكل، بعض المرات داك المشكل تتفكر فيه باش تلقى ليه حل، بعض المرات داك التفكير ديالك تينتج عليه انك امور تديرهم باش تحل المشكل ديالك، ولكن كاين بعض الحالات اللي التفكير ديالك في المشكل ما غيعطيك غير مشكل واحد اخر اللي هو التوتر. مثلا الشخص اللي غيبقى يفكر يقول دابا الوقت كامل امتى هادشي غيتقاضى، واش هادشي ما غيساليش، واش دابا هاد النوعيه ديال التفكير، التفكير ما تينفع في حتى شي حاجه الا يزيد لك في التوتر ديالك، حيت كاين شي مشاكل اللي عندها حل ديرو، ومشكل اللي ما عندوش حل ما تيصلح والو تبقى الوقت كامل حاطه قدامك. حتى هذا من الامور اللي تيجعلوا التوتر يبقى. دونك عندنا بزاف د الامور اللي يقدر الشخص يديرهم اللي غيجعل واحد النسبه التوتر راه كاينه، مي اللي غيجعل نسبه التوتر ما تتفاقمش ما تزادش. الواحد هذا هو الهدف، خصو يخليها في واحد القدر اللي ممكن يواجهها، ما يزيدش عليها امور بالتركيز على الاخبار بالتفكير المداوم، يبقى يداوم على التفكير في امور اللي ما عندهاش حل. هذو الامور اللي يمكن غيزيدوا يأزموا القضيه. دونك فاش نوصلوا لكيفاش انا غنتعامل مع هذا التوتر ديالي، هي الحاجه الاولى هي خصك تعرف عليه وتقبله بانه كاين. حنا كاملين ما تختاريناش جهازنا العصبي، ما اختاريشناش شخصيتنا، ما اختاريتناش نفسيتنا كيفاش دايره. دونك سي امور اللي جاتنا بحكم الوراثه ديالنا، الجينات ديالنا، وامور اخرى جاتنا بحكم تجاربنا في الحياه وتربيتنا، وعطاتنا اننا غنتعاملوا مع المشاكل بواحد الطريقه. دونك الاولى هو نعرف كيفاش انا تعاملت مع هذا المشكل، كيفاش مثلا اللي تعصب يربط هذه القضيه، يفهم بانه راه دابا ولات تقلق بزاف راه عندها علاقه مع هذا المشكل. اللي ولات ينعزل يعرف بان هذه راه يمكن هي الطريقه رد الفعل التلقائي اللي عنده لهذا المشكل هذا. مثلا اللي تيدخن وزاد يدخن في هذه الوقيته خصو يعرف بان هذا الشيء راه عنده علاقه مع التوتر. دونك اول حاجه هو انا اعرفها، تقبلها، ما يتقبلها بمعنى هادشي اللي كاين دابا اشنو نقد ندير، اشنو نقد ندير غنتفاهمو. التوتر عمر شي واحد غيطلب منك انك تحيدو، المهم هو انك ما تزيدوش ما يتفاقمش. واكبر حاجه تقد ديرها بما تتفاقم هو تحد من المده،
اللي تتبقى تشوف في الاخبار. هذه راه اول حاجه ضروريه، واللي واحد عنده مره جوج مرات في النهار نص ساعه ربع ساعه بار لا اكثر ديال يشوف الاخبار، ويشوفها بيان سور في وسائل معتمده، ماشي فيديو مصيفط عليه في يوتيوب ولا فيديو في، لا لا خصو يمشي. لا راك عندنا كاينين دابا بلايص منين تاخذ المعلومه بطريقه رسميه ومقاده. دونك اول حاجه هي هاد يبقى يعرض راسو بحال هكا كل مره الاخبار كل مره انترنت يبعد منه. الحاجه الثانيه اللي قد يدير هي اللي قلتها، مثلا مشكل اللي عنده مشكلة العمل، واش غنخدم ما غنخدمش غنخدم ما غنخدمش، دابا باش صالح تبقى النهار كامل تعصر راسك في هادشي. اعطي واحد الوقت محدود، لا كانوا شي حلول كتبها في ورقه ومن بعد حط داكشي ودوز الامور اخرى. ما تبقاش تدور في مشاكل اللي ما عندهاش حل، ما عندهاش حل، لا بقيتي تفكر فيها اكثر من القياس غادي تزيد على راسك توتر واكتئاب. الحاجه الثالثه اللي قديرهم الناس واللي عندهم روتين يومي، الناس اللي ما تتعملش، ماشي تبقى ناعسه في الفراش، تفيق في واحد الوقت، تبدل حوايجها، تلبس ودير برنامج يومي واخا في الدار. الصباح غندير هاد الشيء مثلا، العشيه غندير هاد الشيء، واحد الوقيته تنعيط على الاصدقاء، تنعيط على الدار، خص يكون واحد الروتين يومي الا بغيتي تساعد نفسك باش تواجه هاد التوتر. خص تبقى ربط العلاقات. ديما تتعيط في التليفون، واخا انت ماشي شخص اللي مولف تشد التليفون بتولد ساعه بربع ساعه، فهاد الوقيته خصك ديرها، لان ما يمكنش تبقى منعزل بوحدك. دونك خصك يولي عندك روتين يومي، هذا الروتين يومي خص يكون فيه شي امور بحال هكا اللي ربط العلاقات مع الناس. خص الواحد دابا منين ولا هذا الانترنت والتليفون بعدنا على بزاف الحوايج اللي قبل كانوا تريحونا، ولا اكثر وقتنا تيدوز في التليفون. الواحد خصو يرجع لهاد الامور. هذا شنو كان تريحك؟ كان اللي كان تريحو قراءه يرجع ليها، الا كنتي تلقى راحتك في الذكر ذكر الله، كنتي تلقى راسك راحتك في القراءه، كاين اللي تلقى راحته في الموسيقى، كل واحد فين تلقى راحته خصو يعاود يبدا يدير امور بحال هكا اللي غتجعلو يبعد شويه ويديكونيكت على هاد الاخبار هادو اللي تيجيو بطريقه غير منقطعه واللي جوست تساهم في زياده ديال التوتر ديالك. ونجيو للمشكل الاخر هو مشكله النوم. طبيعي في هاد الوقيته ان النوم يوقع فيه اضطرابات عادي، راه بين قوسين اللي ماشي عادي هو النوم ما يوقعش فيه اضطرابات، مي كاين اضطراب غيدوم اسبوع اسبوعين وغيدوز. لا بغيتي هذا الاضطراب ديال اسبوع اسبوعين ما يوليش اضطراب مزمن، خصك تحافظ على واحد الروتين سليم في النوم ديالك، يعني ديما النوم في نفس الاوقات، ما تبقاش شاد التليفون ديالك 3 سوايع 4 سوايع في الليل، التليفون تتحبسو قبل ساعه ساعتين قبل النعاس، تتنعس في نفس الوقت، تتفيق في نفس الوقت، ديك القيلوله في النهار خصها تكون قليله. هادو امور تقدرها، وكاين امور اخرى اللي يقدروا يداروا باش داك اضطرابات في النوم تبقى محدوده وما تموليش اضطرابات مزمنه. دابا اكثريتنا كاين الناس اللي الحمد لله قد يتعامل مزيان مع التوتر ديالو، وكاين اللي شويه شي تا دوك اللي قدو يتعاملوا معاه مزيان اللي خصهم يعرفوا سي كو ما عرفناش هذا الشيء متى غيسالي. دونك حنا راه ما تنتعاملوش، حنا راه بحال سباق، حنا ماشي في سباق ديال 100 متر ولا 200 ولا 300 ولا 400، انا في ماراطون. يعني راه خصك السوفل، يعني الناس اللي واخا تيحس براسو راه في شخصيته ولا في نفسيته قاد يواجه، حنا اللي خصو راه ماشي قد يواجه دابا، خصو يقد يواجه من بعد اسبوع من بعد اسبوعين من بعد 3 اسابيع. يعني ما خصوش غير يطلق الامور ويبقى غا جالس، لا هادشي اللي هضرنا عليه ديال يكون عنده روتين يومي، ديال يكون عنده امور اللي شويه تفرحوا، انه يكون عنده امور اللي تطلع عليه شويه المورال ديالو، يبقى يتواصل مع الناس الاخرين، هاد الامور خصهم يكونوا وخصهم يبقاو وسليمين. علاش؟ لان ما عارفينش هادشي متى غيسالي. وشكرا. شكرا استاذ على هذه المحاضره القيمه التي راينا فيها المشاكل النفسيه التي يواجهها عامه الناس ومهني الصحه في هذه الجائحة. نتوقف قليلا قبل المرور إلى المحاضرة الأخيرة.